والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتحول فيها إلى ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكما إيمان ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الخطة مستمرة في النمو والتطوير في كافة قطاعات صناعة البترول. وخلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022، أوضح الملا أن التطور الذي يتحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي أصبح قيمة مضافة ومواكبا لما يحققه قطاع الغاز من تنمية واكتشافات. هذا وأجرى طارق الملا جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية النيتا، واستمع للشرح العاملين بالمركز حول ما يشهده من تطوير مستمر يواكب خطط التوسع في الشبكة وتحديثات أنظمة التشغيل. في أسواق البترول العالمية وصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، إذ أحدث انهيار بنك سيليكون فالي هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 64% لتصل إلى 80.25 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 91% لتصل إلى 74.12 دولارا للبرميل. وفي المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 43% لتصل إلى 2.77 دولار للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.77% لتسجل 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك مجددا توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في عام 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكورونا في البلاد، غير أنها أبقت على توقعات إجمالية الطلب العالمي دون تغيير. وتوقعت أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا، أو بنسبة تقدر ب 2.3% دون تغيير عن التوقعات السابقة. كما تتوقع أوبك أن يرتفع طلب الصين على النفط 710 ألف برميل يوميا في 2023 من 590 ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، إذ تأثرت الأسواق المالية بمخاوف من عدوى انهيار البنوك بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكية. ونزل المؤشر السعودي عند الإغلاق 1%، كما تراجع مؤشر دبي بنسبة تقدر ب 1.5% مواصلا الخسائر للجلسة الخامسة، كما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.8% مدفوعا، وانخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة تقدر ب 0.4% بعد يوم من قفزة تجاوزت 18% عن سعر إدراجه في أول تداول له في السوق. فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع بعد أن نمت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بما يتماشى مع التوقعات، وصعد المؤشر داو جونز الصناعية بنسبة 74%، كما فتح مؤشر ستاندرد أند بورز على ارتفاع بنسبة 99%، وكذلك صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة تقدر ب 1.51%. انتهت الجولة الاقتصادية، والعودة لكم مرة أخرى إيمان ودينا. شكرا لك.